بصمة جديدة يتركها الإرهاب المجهول الهوية، فقد امتدت أيادي القتل والتخويف في جميع المحافظات العراقية، ليسقط شهيد آخر برصاص مجهول مع سبق الإصرار والترصد. هشام الحجازي ناشط مدني ورئيس تجمع شباب الطارمية، لم تسعفه محاولة الهرب من بنادق الغدر والخيانة التي استهدفته من أمام داره الواقعة في قضاء الطارمية، والمعزون يتساءلون بأي ذنب قتل هشام. حادث بدنا البارحة طالع بالليل ساعة بالحدود 9:30 بالعشرة يوصل البيت، انضرب طلقات أمام بيته، وهذه ضريبة تدفعها عشيرة البشوك البحجازي. هذا الشهيد رقم 44 من هذه العشيرة، وإحنا متعودين على هذا. شهدائنا إن شاء الله بالجنات، وشهداء وقتلاهم بالنار. هذه الحالة كل ما تصير مناسبات مع الانتخابات يروح من عندنا شهيد شهيدين بالمنطقة. ليش الناشط ينقتل؟ اللي هو دا يساعد العالم، دا يساعد الفقراء، دا يساعد الأيتام، دا يساعد الأرامل، دا يساعد أصحاب الناس التعبانة. بدأ من محل صغير، يا أهلنا يا ربعنا تعالوا من عنده ملابس عتيقة نحطها بهذا المحل أهلنا وربعنا. ليش ينقتل؟ بأي ذنب قتلتوه؟ الله يجرم اللي ظلمه، أهله ظلمت، أهله ظلمت، ناسه أتعبت، أهله ليش؟ بأي ذنب الناشط ليش ينقتل؟ عمل الشهيد هشام طيلة الفترة الماضية على مساعدة المحتاجين من العوائل الفقيرة، إلى جانب المساهمة في التصدي لفيروس كورونا عن طريق توفير قنان الأكسجين والأدوية للمصابين من خلال تأسيسه لفريق تطوعي، ولم تكن له عداءات أو انتماء وتوجهات سياسية بحسب الأقرباء والأصدقاء المقربين له. ما عنده مشكلة ويا أحد مثلاً أو فتشي، يعني مجرد ناشط مدني، حالنا حال أي فريق أسسناه داخل القضاء، وبدينا نخدم المنطقة وبدينا نقدم مساعدات مادية أو مساعدات غذائية داخل القضاء. احنا هسه مفجوعين، مفجوعين ليش تم اغتياله هشام اللي الناس تحبه، والناس أهل المنطقة كلهم يشيدون بمواقفه المشرفة أمام هاي العوائل، يركض الظهاري، يشيل السلات الغذائية، يودي للفقراء، يسمع أكو يتيم زين يركض له، وإذا وصاحب 4 أطفال ولا شاب مواليد 83 صغير، حرق قلوب أهله وحرق قلوبنا. على شنو مسوي له؟ ما له أي شيء بهاي العالم ولا يمه. رجال من تقعدين يمه تحسين أنه هو رجل بسيط. رحل هشام بغير ميعاد، تاركا خلفه 4 أطفال وآخر لم يخرج إلى الدنيا بعد، والعراقيون يترقبون بحذر ما ستكون الضحية التالية، وإلى متى سيستمر نزيف الدم من دون حساب. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.